السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعيد تاني مرة الكلام اللي قلته قبل كده. طبعا انا قررت وزي ما عملت فيديو صغير عندي على اليوتيوب بتاعتي ان انا هسمي البرنامج اللي بعمله اسمه منهج حياة. في حاجة دينية هتتقال، وفي حاجة صحية هتتقال، وفي حاجة نفسية كمان هتتقال، وان شاء الله هنحاول نجيب دكتور عام ودكتور نفسي ونحاول نساعد الناس. فالبرنامج بتاعنا هيبقى اسمه منهج حياة. معايا النهاردة دكتور فندي إبراهيم، واتكلمنا في حلقة اللي فاتت عن السعرات الحرارية وازاي نقيسها وازاي البني آدم يحاول يحافظ على صحته. بس الحلقة طبعا انا حاولت اتكلم على الدكتور، بس انا هديله الميكروفون عشان يعرف نفسه ليكو، عشان انا كنت مستعجلة جدا في الحلقة وما كانش عندي وقت ان انا اقوله، كنت مرتبكة يعني. فدكتور فندي معاكو هيقول بالظبط هو وصل لان هو يبقى دكتور صحة وتغذية ازاي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بك. وبداية يعني أنا من جمهورية مصر العربية، محافظة قنا، مركز أبو تشت، قرية الرزق. ديت يعني أنا حاصل على بكالوريوس قسم علوم التكنولوجيا الأغذية من كلية الزراعة جامعة أسيوط، وبعدين حصلت على ماجستير برضه في علوم الأغذية في كلية الزراعة جامعة أسيوط، وبعدين حصلت على منحة لدراسة دكتوراه في جامعة توركو بفنلندا، وخلصت دكتوراه في فنلندا واشتغلت باحث في حاجة اسمها الأغذية الوظيفية في فنلندا في جامعة توركو، وبعدين انتقلت إلى المملكة المتحدة بريطانيا يعني، وتعينت محاضر وبعدين سينيور ليكشر وبعدين أستاذ مساعد في جامعة سافوك حاليا هنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. يعني اللي بيتفرج يا أستاذ عمر، أنت سامع الصوت كويس ولا لا؟ معلش ممكن تكتب لنا بس عشان ما نقعدش نعيد، إحنا عيدنا الفيديو 3 مرات. فيا أستاذ عمر، أستاذ عمر، يا ريت حد يكتب لنا الإشارات اللي بتظهر. تمام. هنعمل النهاردة ريكاب للحاجات اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت. عاوزين نعرف إزاي بنعرف الـ MBI بتاعنا، وازاي بنقدر نعرف لو الوسط صغير بالنسبه للست او للراجل، وازاي نقيس السعرات الحراريه بتاعتنا. معلش في حاجه قصيره. اوكي، عشان هبدا بس النقطه صغيره بالنسبه للتعريف. يعني انا ما اذكر الاسم الكامل يعني الرباعي فندي فواز علي ابراهيم، بس احنا بنستخدم فندي ابراهيم اللي هو الفيرست نيم والسير نيم للتسهيل يعني كما هو معتاد هنا. تمام. بالنسبه لل يعني الحلقه اللي فاتت يعني عشان يمكن كانت طويله شويه، لكن الناس كثير قالت لي انه في معلومات كثير فيها، فبنحاول نلخص بعض النقاط المهمه. اول حاجه لخصناها المره اللي فاتت اللي هي معامل كتله الجسم المثالي من 19 ل 25. قلنا تحسبها ازاي، تقسم الوزن على الطول مره وبعدين على الطول مره ثانيه، بس لازم يكون الطول بالمتر. وقلنا برضو بالنسبه لمحيط الخصر بالنسبه للنساء ما يزيدش عن 88 سنتيمتر، ويتقاس حول محيط الخصر، يعني لازم الشريط يمر بمنطقه السره. تمام. سواء الرجل او المراه. بالنسبه للرجل المثالي اقل من 95، لكن ممكن نقول لو تحت ال 100 برضو معقول، زياده على ال 100 يبقى لازم يبقى في اكشن، لازم تعمل حاجه. تمام. احنا كده عملنا ريكاب للحلقه بتاعه الاسبوع اللي فات. هنيجي بقى تمام السعرات الحراريه. لسه في شويه حاجات بالنسبه للحلقه اللي فاتت، اللي هي طبعا عايز اكد مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وكل حاجه، انه فرق السعرات مهم جدا في موضوع الوزن. لو السعرات مساويه للطاقه اللي بتدخل الجسم مساويه للطاقه اللي خارجه، الوزن هيفضل ثابت. لو حصل فرق في السعرات، الطاقه اللي داخله اقل من الطاقه الخارجه، لازم يحصل نقص في الوزن. لو حصل زياده في السعرات، الطاقه اللي داخل اعلى من الطاقه الخارجه، لازم يحصل زياده في الوزن. دي قواعد فيزياء يعني مش ممكن تتغير. تمام. زي العربيه ما تقدرش تمشي من غير وقود، هو الجسم كده. ففرق السعرات مهم جدا. الحاجه الثانيه مثلا عشان الواحد يقول طريقتين ممكن الانسان يراقب بهم طريقه فقدان الوزن، اما يعمل فرق في السعرات، او على الاقل يتاكد ان السعرات بتاعته داخله اقل من 1500. لو السعرات داخله اقل من 1500
لازم هيحصل نقصان، لانه الاستخدام الاساسي للسعرات الانسان عشان تبقى عايش حتى لو انت نايم محتاج حوالي 1500 او اكثر. فبالتالي لو انت ما بتعملش اي تمارين وسعرات اقل من 1500 هيحصل نقص عشان الجسم يعوض السعرات من الطاقه المتخزنه. طيب لو مثلا الانسان عايز يعمل تمارين يبقى هيسرع من هنا، تمام، عايز يعمل تمارين او يمشي، ممكن يمشي تمارين يمشي. دي التمارين دي اي نشاط بدني، سواء ماشي سواء جاري سواء شغل، تمام، سواء شغل ممكن يكون اي عمل يعني، تمام، بس يكون عمل بدني يعني، تمام، نقدر نسميها النشاط البدني، تمام. خلاص كده خلاص. السؤال اللي احنا جات لنا اسئله كتيره جدا منها على اليوتيوب على القناه بتاعتي اللي هي قناه بنت بطوطه الرحاله رباب الشريف، فجات لي اسئله كتيره جدا، وفي اسئله انا حاولت ادور وابحث عشان اسالها للدكتور كاني انا انتوا اللي بتسالوا الدكتور. فبالنسبه لاول سؤال، قطعه المكرونه البشاميل لو حد عاوز ياكلها، وخصوصا ان يحسب السعرات بتاعتها ازاي، وخصوصا ان داخل فيها لحمه مفرومه وداخل فيها حليب وداخل فيها دقيق وزبده وبيض وجبنه، عشان واحد عاوز ياكلها ياكل ازاي والحجم قد ايه؟ انت عارف طبعا عندنا في مصر الاكل ده بيبقى مهم ازاي بالنسبه للناس يعني. هي طبعا ديت اللي بيسموها وصفه، فالوصفه ديت بتبقى اسمها قدر حسابات السعرات شويه، لان زي ما انت قلت في حاجه تدخل فيها مكونات كتير، فممكن طبعا الواحد لازم يوزن الكميات اللي داخله فيها ويضيف السعرات بتاعت كل كميات منها، وبعد كده هيشوف هتطلع هيدخل المكونات ديت في الفرن هتطلع كذا، هيشوف الوزن النهائي كام. افرض ما وزنش عاوز يعملها بالوين كده، يعملها كده ممكن يروح يشوف مثلا يبحث على جوجل قد ايه كميه سعرات في قطعه معينه او في 100 جرام من ديت، هيلاقي معلومات لحد ما مفيده. طب انما بالدقه يبقى لازم يوزن كل لو ده. حتى ما عندوش جوجل او ما يعرفش يخش على النت ممكن ياخدها بالوين، ممكن نقول له يعني قطعه. المشكله ان هو طبعا حسب يعني لو نقول مثلا حوالي مثلا 200 جرام ممكن تعمل لها حوالي 500 سعر حراري، 200 جرام 500 يعني ممكن مثلا قطعه صغيره مربع صغير مثلا ياكله قطعه صغيره. ما هو مش حكايه ياكله، هو ممكن حتى ياكل الصينيه كلها. نرجع تاني لموضوع السعرات، تمام. يعني انا بقول بالنسبه لو في ناس ما عندهاش موضوع الوزن وما تقدرش تخش على جوجل ولا تدور ولا تبحث. انا قلت بطريقه اسهل المره اللي فاتت، ان الواحد يبقى لازم عنده ميزان في البيت، ما هو لازم يبقى عنده وسيله، تمام، الميزان دوت في البيت بيستخدمه اول ما تصحى صباحا بعد ما تروح الحمام، تمام، وتوزن نفسك من قبل ما تاكل ولا تشرب اي حاجه، تمام، تيجي بعد 24 ساعه توزن نفسك، اذا الوزن زاد تاكد انه اللي علاقه وثيقه باللي اكلته امبارح، يبقى بقى في اليوم اللي قبليه تخفض الكميات نفسها. الطريقه دي اسهل بكتير من حساب السعرات، بس تكون عارف اللي انت اكلته، والمره اليوم الثاني لازم تنقص. لو جربت كده لازم هتشوف فرق. يعني احنا ممكن نعمل ايه؟ يعني جات لي فكره دلوقتي الدكتور بيتكلم، نجيب ورقه ونكتب انا اكلت ايه النهارده، كل حاجه كتبتها وكل حاجه شربتها، صح كده يا دكتور؟ عشان برضو العصاير بيبقى فيها سعرات حراريه واي حاجه بنشربها اللبن والكلام ده كله، فكل حاجه هتكتبها في ورقه علشان تقرا تحدد بالظبط تاني يوم لما توزن تعرف انت اكلت ايه، وبناء عليه تقلل الكميه اللي اكلتها اول يوم، صح كده يا دكتور؟ صحيح. ماشي، هنخش على السؤال التاني، البروتين بارز والبروتين شيك والسناك بارز والفات بيرنرز، هل الحاجات دي مفيده للجسم؟ وهل ممكن ان احنا نقدر ناكلها بين الوجبات ولا لا؟ وفي ناس بتستبدلها بدل الوجبات، هل يصح ذلك ولا لا؟ هو طبعا كل شيء حسب الغرض من الحاجات دي يعني، بس في كلمه اللي انت قلتيها فات بيرنر اللي هي يعني حارق للدهون. بالظبط، مره ثانيه باكد فيش حاجه اسمها حارقه للدهون، الحارق للدهون هو الفرق في السعرات، لما يبقى عندك شيء سعرات جايه لك اقل من المطلوب يبقى جسمك لازم يحرق من المطلوب، تمام، سواء عملت الفرق ده بتمارين رياضيه او بفرق بتقليل السعرات الداخله هيحصل حرق في الدهون، لكن لو السعرات مساويه لداخله او اعلى مش هيحصل حرق مهما اخذت. يعني معنى يعني كده ان مفيش حاجه تاخدها تحرق من الدهون، لان انا باخد طاقه. حاجات بتتباع مع الكاونتر يا دكتور، معنى كده الناس ما تشتريهاش. هو بيبقى في اسماء كتير تبقى يعني اسماء يعني رنانه. اسماء رنانه يعني نقدر نقول ان هي سلعه بتتباع بتخلي الناس تشتري. بس هو احنا برضه ممكن نوضح حاجه، زي دلوقتي مثلا نفترض ان انا مثلا باكل ثلاث وجبات وبعدين غيرت الثلاث وجبات دول ببروتين بار، تمام، بروتين بار محدود السعرات، يعني مثلا
دي فيها 200 دي فيها 300 فيها 400 وما اكلش حاجه ثانيه، يبقى في الحاله دي انا عملت فرق في السعرات. تمام. يبقى في الحاله دي البروتين دوت فادني. تمام. لان انا عملت فرق في السعرات. تمام. لكن هو في حد ذاته مش حارق للسعرات. تمام. هو انا استبدلت الوجبه بكميه سعرات اقل، اسميها بروتين بار، اسميها بروتين شيك، اسميها زي ما اسميها. المهم في النهايه دي تكون بديل للوجبات وتكون سعراتها اقل. لكن لو كانت بالاضافه للوجبات مش هتعمل حاجه. يبقى اللي حرق هنا اللي عمل الفات بيرنر مش البروتين بار. تمام. ان انا نقصت السعرات. تمام. دي الفكره. تمام. يعني حتى في حاجات بتتباع زي فات بيرنرز على في المحلات، هم بيسموها كده، لكن بس هي ما لهاش ماده فعاله. هي اكل، مفيش اكل يحرق اكل، اللي يحرق اكل دكتور يحرق بيقول ما فيش اكل بيحرق اكل، عشان تبقوا بس عارفين. ماشي صح كده. صحيح. طيب في سؤال تاني. أستاذة هيام محمود على قناتي على اليوتيوب سألت، عندها معدة كبيرة ومتضايقة منها جدا، فإزاي تتخلص منها يا دكتور؟ هو طبعا هي بتقول المعدة، بس تقصد يعني مش المعدة كعضو، هي تقصد الخصر يعني. الخصر أو بطن. طبعا هو يعني ما فيش طريقة سحرية تخلي الخصر ده يخس لوحديه، لازم الجسم كله يخس. فكل فقدان كمية من الدهون من الجسم كله 25% منها هيكون في الخصر. تمام. فبالتالي عشان محيط الخصر يقل لازم يقل الجسم كله. طب يعني أقل 10 كيلو 2 كيلو ونص دهون هيبقوا جايين من يعني الخصر. يعني ده كله دهون يا دكتور في المنطقة دي؟ طبعا، لأن هو في أحيانا بيبقى في حاجة اسمها انتفاخ. الانتفاخ ده بيبقى جاي نتيجة مثلا تراكم غازات، لكن ده مؤقت وممكن مع الامتناع عن الاكل او فتره صيام بسيطه هيبان اذا كان ده انتفاخ نتيجه غازات ولا لا. لكن في الغالب هي علاقه بانها تشرب ميه كتير او الغازات، الميه الغازيه تبطلها او حاجه زي كده ولا مش علاقه؟ لا، لها علاقه بالغازات اللي بتنتجها البكتيريا اللي موجوده داخلنا من الاغذيه. تمام. لكن في الغالب معظم الخصر ده بيبقى دهون. تمام. نادر انه يبقى انتفاخات يعني، والانسان ساعتها بيعاني من مشكلات تانية، مش بس بيبقى مثلا ممكن يكون امساك، اسهال مزمن، حاجات كده يعني، حاجات عضويه بتاثر علينا فبتخلي الانتفاخ ده يا استاذه هيا. تاني من ضمن الاسئله برضو موضوع الفيزي درينك او المياه الغازيه، هل اللي هي بتبقى زيرو كالوريز الناس بتشربها كتير بره لما بتطلع وتاكل وكده وهم عاملين دايت او ماشيين على حميه غذائيه معينه، هل يا دكتور الحاجات دي بتقلل في الوزن واحنا مسموح ان احنا نشربها حتى لو احنا ماشيين على نظام غذائي معين، وبيبقى فيها نسبه سكر ولا لا، وايه الفرق ما بينها وما بين العاديه؟ اوكي، هو اولا يعني عشان نفكر الناس كلها انه الشيء الوحيد اللي بيدخل جوفك ما فيهوش اي سعرات هو الميه. تمام. فكل حاجة تانية فيها سعرات، ولكن الدايت كوك مثلا والحاجات اللي هي زيرو كوك دي ممكن يبقى فيها 1-2 سعر حراري لكل مثلا 100 ملي. فبالتالي لو واحد مثلا بدل ما عايز يشرب حاجة اللي هو الكولا العادية يعني عايز يستبدلها بدايت كوك، طبعا افضل بكتير، لان انا في الدايت كوك انا اخذت 1-2 سعر حراري، اما في الكوك العادية اخذت كمية سكر رهيبة، فبالحالة دي افضل. هو طبعا الانسان لست في حاجة الا شرب الماء. تمام. يعني انت ما عندكش اي احتياج انك تشرب اي مياه غازيه. تمام. ولكن لو هتشرب مياه غازيه وانت مهتم بنقص الوزن يبقى لازم اهم طبعا انك تشرب الدايت ما تشربش اللي فيها كميه سكر. تمام. لكن بفكركم مره ثانيه انت مش محتاج تشرب اي مياه غازيه اصلا. تمام. طيب في حاجه ثانيه يا جماعه انا شفتها او في حد قالها لي برده، ان في ناس بتقول ان من خلال فصيله دمنا بنقدر نعرف الحاجه اللي بتخننا واللي مش بتخننا، وخصوصا ان في حد على الفيسبوك قال ان القهوه ممكن تخسس اللي فصيلته A او B وممكن تتخن اللي فصيلته O، هل الكلام ده صحيح يا دكتور؟ طيب، في طبعا هو في كتاب مشهور من حوالي يمكن 30-40 سنة عن اللي هو الأغذية اللي تناسب فصائل الدم المختلفة. تمام. الكتاب ده تضيع وقت، الكتاب ده مش مبني على أي أبحاث، الكتاب مبني على يعني خواطر صاحبه. تمام. فطبعا هو ما فيش علاقة نهائية، ما فيش حاجة بحث علمي بيقول الكلام، ما فيش أي إثبات، وحتى نظريا يعني ما فيش أي علاقة أصلا بين فصائل الدم والأكل. الناس ممكن تختلف احتياجاتها للأكل، يعني مثلا في واحد ممكن يأكل بقوليات يتحملها، في واحد ما يتحملهاش، لكن الموضوع ملوش علاقة بفصائل الدم. تمام.
وممكن احيانا في ناس بتقترح يقول لك الوجبه دي لفصيله الدم، هو يكون حاطط مكونات اغذيه كويسه، فممكن واحد يكون هيستفيد، لكن الموضوع ملوش علاقه بفصائل الدم يعني. تمام. فتضيع وقت. تمام. السؤال اللي بعده، القهوه الخضراء وفوائدها واضرارها وكمان الماتشا، وخصوصا ان يعني في ناس كتيره طبعا عامله هوجه على الماتشا تي، بيشربوها مع اللبن، بيحطوها في الـ في الـ في الـ بيعملوها في الكيك، بيعملوها في حاجات كده. هل يا دكتور دول برضو بتخسس وبتساعد على زياده الوزن؟ ولو شربناها اكتر من قد ايه، سواء القهوه الخضراء والماتشا، هل ليها اضرار ولا لا؟ مع حضرتك. طيب، هو عامه يعني انا اعتقد كل الناس ممكن تتوقع الاجابه من خلال الكلام اللي انا اقوله قبل كده، انه ايه، انه مفيش حاجه تحرق دهون ومفيش حاجه تعمل الا نقص السعرات. طيب، لو واحد مثلا يعني انا القهوه لها دور شويه في تظبيط الشهيه بكل انواعها، بتقفل بس في حاجه، الواحد يراقب السعرات الاول، وممكن يستخدم القهوه في انه يساعده في انه يتخطى وجبه. لكن لو ما تخطاش وجبه وشرب قهوه خضراء قهوه عاديه للصبح، مش هتفيد في حاجه. في الحاله دي الواحد نرجع ثاني، الواحد يحدد السعرات ويحدد الكميات، وممكن يستخدم القهوه في تسبيق الشهيه. يعني ممكن مثلا انا احيانا مثلا في البريكفاست، انا احيانا مش عايز اكل افطار النهارده، تمام، اشرب كوبايه قهوه باللبن. القهوه معروف ان لها تاثير لحد ما في تسبيق الشهيه مؤقت، يبقى انا استفدت بيها في الحكايه دي. تمام. لكن مش اكل كل هذا بشكل طبيعي وانتظر القهوه اني اعملها. دي على فكره دي مشابهه لحكايه التدخين، رغم انه التدخين ده بقى خطير جدا. تمام. انا ما انصحش ان الواحد يدخن عشان يصبط الشهيه، لكن حقيقه علميا التدخين بيصبط الشهيه. تمام. بس انا ما انصحش هنا ان الواحد يجي الصبح ياخد كم سيجاره عشان يتخطى الافطار، لا، القهوه افضل، القهوه مفيده. تمام. بس التدخين برضه ليه. طب الماتشا بقى عشان الهوجه اللي طالعه برضه، الشاي برضه نفس الكلام، الشاي نفس الكلام. يعني كل حاجه زي ما الدكتور قال، مفيش حاجه بتزود، مفيش حاجه بتقلل، مفيش، اهم حاجه ان احنا نتحرك، نقوم ونتحرك ونعمل مجهود عشان او ننقص السعرات لو مش عايزين نحرق، ننقص ايش السعرات الحراريه. ماشي. اخر حاجه. أيوة. يا دكتور. أيوة. إيه، في ناس بتشتكي من الارتجاع المريئي ومن القولون، هل الاكل ليه علاقه بالموضوع ده؟ وخصوصا ان حضرتك اتكلمت معايا وقلت لي ان في ابحاث، وانت حضرتك عملت ابحاث على ان ممكن يبقى في علاج للقولون وللصداع وهو حاجه ثالثه، حساسيه. هو طبعا علاقه التغذيه بالصحه علاقه شامله، يعني انت لما تشوف جسم الانسان اصلا، يعني بتكلم عن الوزن ثابت او مش ثابت او كذا، كله اصلا معتمد على الاكل. فعلاقه التغذيه بالصحه علاقه وثيقه طبعا، يعني اكاد يعني ابقى واثق ان اقول انه ما فيش اي شيء ما لهوش علاقه بالتغذيه السليمه. فطبعا بالنسبه للمشاكل القولون والارتجاع المريئي، طبعا في الاساس ان الواحد مثلا يزور طبيب في الاول يتاكد انه ما فيش مرض عضوي. نسرين بتقول ايوه انا. يتاكد من الواحد انه ما فيش مرض عضوي، ما يمكن يكون في ورم مثلا، في حاجه اسمها انفلاماتوري باور ديزيز. فلما يروح للطبيب والطبيب يقول له انا مش لاقي مرض عضوي، يبقى في الحاله دي يتاكد انه ليه علاقه بالتغذيه. ليه علاقه بالتغذيه؟ في حاجات يتجنبها هتحل المشكله، لانه هو مثلا ناخد حاجه زي مرض القولون العصبي، اللي انا شغال حاليا عندي طالب الدكتوراه شغال على مرض القولون العصبي. يا جماعه الدكتور عامل دكتوراه على القولون العصبي، وان شاء الله اكيد هيفيدنا بحاجات ممكن ناخدها تاثر على القولون وعلى الصداع وعلى الحساسيه. دكتور صح؟ انا بحاول اثبت في البحث ده ان القولون العصبي ما هوش مرض اصلا، ان هو نوع من عدم تحمل بعض الاغذيه. والدليل على ذلك انه لما بشيل بعض الاغذيه الانسان بيبقى طبيعي، ما عندوش مشكله. بس زي ما انا قلت الاول، يزور الطبيب يتاكد انه ما فيش مرض عضوي، ما فيش انسداد في القولون، ما فيش ورم، ما فيش اي مشكله، يبقى في الحاله دي تاكدنا انه الموضوع ليه علاقه بالاغذيه. طب في حاجات معينه الناس اللي عندهم قولون عصبي واللي عندهم ارتجاع، حاجات ما ياكلوهاش؟ طبعا في خطه تفصيليه، في قائمه كثيره ببعض الاغذيه لازم يتجنبها ويمشي عليها. يعني لو حد من المستمعين عايز يشارك في كمتطوع يعني في البحث دوت، مثلا هنقول له ايه اللي هو هتاكله او مش هتاكله وكذا، يمكن يتواصل معاك يشيب لك رقم تليفونه او الايميل. الدكتور قال ان ممكن حد يتواصل معايا ويكون متطوع. في حد كاتب الالتصاقات والقولون. نعم. الالتصاقات والقولون، مش فاهم ايه المقصود. ايه هي الالتصاقات يا نسرين؟
التصاقات ايه هي؟ ممكن تكتب لنا بعد اذنك. الدكتور قال اي حد عاوز يجرب معانا فكره ان التجربه اللي الدكتور بيعملها على القولون اللي عنده مرض قولون عنده القولون العصبي يتواصل معايا وانا هقول الدكتور عليه وهياخده كانه يعمل عليه الابحاث كمتطوع يعني احنا عندنا مشاركين يعني بس لو عايز متطوع هي طبعا هنقول له الاغذيه اللي هتاكلها هيقول بالظبط الدكتور هيجيبه وهيقول له الاغذيه اللي ياكلها والاغذيه اللي ما ياكلهاش ونشوف ده تاثيره على القولون. فلو اي حد عاوز يتطوع يتواصل معايا ويبعت لي رساله على الماسنجر واوصل الكلام للدكتور ان شاء الله. يا نسرين بعد عمليه المراره بتقول بعد عملية المرارة حصل التصاق للقولون صح؟ يعني من ناحية الفسيولوجية أنا مش واخد بالي المقصود يعني هي عملوا لها شكرا ليكي يا دكتور شكرا يا دكتور شكرا أستاذ رباب تسلم يا أستاذ عصام. نسرين أنت معانا أنت قلتي بعد عملية المرارة حصل إيه ممكن تكتبي لنا بالتفصيل كده عشان الدكتور يجاوب على السؤال؟ هل دي مخاطر جراحية مثلا؟ يعني دكتور بيقول هل هي مخاطر جراحيه ولا ممكن تقول لنا بالظبط ايه اللي حصل عشان الدكتور هيرد عليكي على السؤال اللي انت سالتيه. هل كانت مرتبطه بعمليه امساك مثلا كان عندك امساك او حاجه؟ احنا هنستنى نرد على السؤال علشان الدكتور احنا جبناه من الجامعه عشان يعمل الحوار ده ويطلع معاكم لايف يا جماعه ويقول لكم المعلومات المهمه ديت. وما تنسوش يا جماعه قبل ما ننهي اللايف الشير واللايك والكومنت الثلاث حاجات دول مهمين عشان نقدر نفيد غيرنا وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. والدكتور مشكورا معانا ان هو بيقول لنا معلومات ممكن ناس كتيره بتحاول تخبيها عشان تعملها سلعه الدكتور هنا معانا بيقول لنا المعلومات لوجه الله مش مستني اي حاجه من اي حد. يا نسرين عشان احنا مش عاوزين نطول بس موضوع عملية المرارة والالتصاق عاوزين تفصيل كامل باللي حصل عشان الدكتور يرد عليكي. ممكن يعني بالنسبة للمرارة بعد العملية وزارة المرارة تبقى هضم الدهون بيبقى أصعب عامة يعني فبالتالي يفضل انه الانسان يبقى ياخد الوجبات قليلة الدهن مش منزوعة الدهن بس قليلة الدهن يعني علشان خاطر هضم الدهون بيبقى اصعب من الاول يعني ده اللي بيحصل يعني الدكتور قال اي حد عامل عمليه المراره ياكل الاكل بتكون بنسبه دهون قليله مش منزوعه الدهون خالص بس بنسبه قليله تمام كل بساطه تجنب المقليات والحاجات تجنبي المقليات وتجنبي اي حاجه من بره طبعا الاكل يبقى مصادر الدهون الاكل نفسه مصادر الدهون تبقى الاكل نفسه الاكل نفسه. طب احنا كده يا دكتور خلصنا الحلقه عشان مش عاوزين نطول على الناس بس انتظرونا ان شاء الله الحلقه الجايه مع دكتور فندي هيتكلم فيها عن الادويه المنتشره الكبيره اللي بيتكلموا فيها اللي بيقولوا بتخسس والكلام ده فالدكتور هيتكلم عليها. وانت يا نسرين اكتبي لي الموضوع كاملا عشان اوصل السؤال للدكتور ويجاوب عليك ان شاء الله في الحلقه الجايه. وهنتكلم كمان على الكيتو دايت وكمان على الكيتو النباتي واللحمه الحمراء وفوائدها واضرارها. وما تنسوش تشيروا وتعملوا لايك وتكتبوا كومنت. وبجد يا دكتور ميرسي حضرتك كنت متواجد معانا واستنونا ان شاء الله الحلقه الجايه هعلن عنها واشوف امتى. ويا ريت بقى الناس كلها تقول ان الحلقه امتى عشان احنا عايزين ناس كتيره تقدر تفهم ان الصحه يا جماعه مهمه جدا جدا بالنسبه لقله نسبه الحرق بعد مده كبيره من الدايت رغم استمرار الالتزام بيه. هو الديت بالنقطه ديت الناس لما بتيجي تخس بالتالي لازم فرق السعرات يتقلل اكتر لانه مثلا واحد كان وزنه مثلا 100 كيلو فعمل فرق في السعرات نزل 90 لو ثبت يبقى لازم يعمل فرق ثاني. يعني في ناس كتير بتتكلم في الحكايه دي يقول لك انا ثبت عشان انت ثبتت كميه السعرات يعني ثبتت المعادله طب يا دكتور فلازم تنقص ثاني. طب انا عايز اسال حاجه يا دكتور انا سمعت حد برضو بيقول ممكن يعمل يوم لخبطه وياكل كميه اكبر من اللي بياكل منها وتاني يوم يرجع تاني يعمل ده ممكن هو معظم الناس بتعمل كده بينقص شويه وبعدين يزيد ينقص يزيد
فطبعا لو الانسان عشان يحصل فرق ونقص باستمرار لازم الفرق يبقى موجود يوميا. يعني ممكن يحصل نقص النهارده كيلو، النهارده ربع كيلو، النهارده يجي في يوم واحد ياكل كميه وفي يومين يرجع كل حاجه تاني. ممكن في ناس مثلا يبقى عنده مثلا وزنه 100 ينزل عندي 90 ويثبت. يثبت ليه؟ لان هو خلاص تعب من حكايه نقص السعرات شويه. انما لو نقص السعرات لازم ينقص. يعني حاول يا حماده تقلل السعرات الحراريه اقل من اللي انت بتاكلها، صح؟ ولو انت عايز تثبت السعرات شويه مش قادر تنقص يبقى لازم تزود الطاقه المحروقه، بمعنى اخر بالمشي، مشي مسافات طويله. يعني ممكن تمشي 10 كيلو 15 يعني، او تعمل رفع اثقال او تمارين او شغل، اي شغل يدوي يعني وكده، بحيث يبقى انت لو مش قادر تنقص في السعرات يبقى تزود في الطاقه الحراريه، سواء دي او الاثنين مع بعض. لازم فرق الطاقه يؤدي الوزن، مش ممكن فرق الطاقه ما يؤديش لوزن. ده حقيقه انا عايز الناس كلها تعرفها. لو الوزن ثبت يبقى الطاقه اللي داخله مستوى الطاقه الخارجه، فلازم يزود الطاقه اللي خارجه. يزود الطاقه الخارجه او نقص الداخله او الاثنين بالظبط، يعني اللي يريحك. خلاص كده عشان مش عاوزين نتعب الدكتور. خلاص كده يا حماده تمام. يبقى كده نهينا الحلقه، وما تنسوش تعملوا شير يا جماعه، وتعملوا لايك، هفضل اقولها كل شويه، وتعملوا كومنتات، وتحاولوا تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان الناس تستفيد. واقول لكم استنوني ان شاء الله بقلل السعرات اقل من 1000 سعر تقريبا عن المطلوب، وبرده النسبه قليله ما مفيش نقص يعني. لا سيب لي انفورميشن. طب خلاص تواصل معايا حماده وانا هوصل كلامك للدكتور ان شاء الله، وبالظبط وزنك وكل حاجه عشان الدكتور هيقول انت ممكن تعمل ايه ويتابع معاك النظام ده. خلاص كده يا دكتور. وبكده يبقى انا هنا الحلقه، واقول لكم استنوني واوعوا تروحوا بعيد، واستنوني واتفرجوا عليا ان شاء الله مع الدكتور فندي ابراهيم ومع الشيخ عمر سلمان، وكمان الدكتور النفسي ان شاء الله اللي هنجيبه قريب، والدكتور الطبيب العام اللي هيتكلم في مجالات كتيره. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.